GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء الرابع من المرحلة الثانية في صناعة الوركشوب لوكيشن. النهاردة ان شاء الله هنتمم مع بعض او هنخلص مع بعض الكولومز او الكولومز يونتس او تكرار الوحدات اللي احنا شايفينها عاملة زي الحديد دي على كل الكولومز اللي موجودة عندي في السين. تعالي كنت تست ماتيريال. تعالوا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نروح ناخد السي يونتس. طبعا انا عايز اعمل السي يونتس ده تكرار على الاعمدة دي. طبعا ما تغلطش وتروح تاخد الاوبجكت بتاعك عمود من دول، وإلا الدنيا هتبوظ معاك جدا. اللي انت تعمله انك انت تقوم رايح لمجراف كلونر اوبجكت، هنسمي الكلونرز دوت كول كروسس، تمام، وناخد السي يونت نحطها جوه الكول كروسس. باي ديفولت خلاص الكول كروسس هيعمل تكرار بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اللي انا عايزه مش المنظر ده، اللي انا عايزه ان انا عايز اروح للينير واقول له اوبجكت. من اوبجكت ممكن اختار اي سيركل من اللي انا اشتغلت بيهم في الرينجز دي او الدوائر دي. ممكن اروح لبوتوم واخد الاوتر اللي يعجبك، مفيش اي مشاكل فيه. خلاص هناخد البيج بتاعه الاوتر كولوم بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده طبعا دي اليونت، هنروح للكول كروس وهنوقفه بمقدار 90 درجة علشان يبقى بالشكل ده كده. اهم حاجة اروح اشوف كاونت تمام مظبوط، ادي الكاونت بتاع الاعمدة، اطلع للتوب بالمنظر ده. طبعا مبدئيا اروح لده واقول له ريندر انستانسز. طب ابص على ريندر انستانسز اشوف هتعمل لي مشاكل ولا لا. مش هتعمل لي اي مشاكل، بالعكس ده ظبطت لي الدنيا في نفس المكان اللي فيه العمود الاصلي. طيب انا بس عايز اتاكد ان الدنيا مظبوطه، مفيش حاجه طالعه او حاجه داخله او حاجه مش مظبطه في مكانها. البوزيشن تمام، مفيش اي حاجه فيها مشاكل. ناخد لفه كده. تمام 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 تمام. نطلع فوق شوية. ماشي، ما عنديش اي حاجة فيها اي مشكلة خالص من ناحية الاعمدة او من ناحية العمدان. طيب لغاية كده تمام ومفيش اي مشاكل. نشوف زاوية الكاميرا بتاعتنا ونعمل تيست رندر عشان نشوف الدنيا فيها مشاكل ولا ما فيهاش مشاكل. كده مفيش اي مشاكل خالص في السيجز او في اللوكيشن. طبعا انا حركت الكاميرا مش مشكلة، هي برضو ادتني فيو كويس. عايز بقى كل الكلام ده عايز طبعا اطلع بس الكاميرا فوق. تمام، عايز اجمعه في نل واحد الت جي، ودي بقى هنسميها لوكيشن بوردرز او الحدود، لان انا عايز اعلم على لوكيشن بوردرز واروح لبلجنز واقول له دروب تو فلور عشان ينزله لي على الارض بالظبط. ليه بقى؟ عشان لو انا عايز ان انا احط فلور هروح ل لايتس وحط فلور. تمام، طبعا انا هعمل يا دوب بس هعمل تيست ماتيريال وتيست لايتنج بس عشان نشوف الدنيا ظروفها ايه او ماشيه ازاي. دبل كليك وناخد خامه سريعه للارضيه. طبعا نشيل السبيكولر ونحط ريفليكشن. طبعا ريفليكشن خفيف قوي، وعلى فكره الارضيه انا بحب احط عليها ديفيوجن عشان يقفل لي عشان يقفل الريفليكشن بتاعها. فبحط جراديانت
وبخلي الجراديانت فين سيركولر، بخليه سيركولر بالشكل ده كده، بحيث يبقى قافل مهما زود في الريفليكشن يديني ريفليكشن، يعمل لي فول اوف جميل قوي زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. طبعا هنا انا بميل ان انا ما استخدمش اللون الاسود البيور خلاص، ولا اللون الابيض البيور، دايما بحاول اخلي فيه نسبة رمادي في الشغل بتاعي. لو انا رحت بقى خدت الخامة دي حطيتها على الارضية تمام بالمنظر ده، وجيت اعمل ريندر اشوف بس ريفليكشن، ده مش شايف ريفليكشن شكله جميل وكويس. تعالوا نجرب بقى ان احنا نحط لايتس، مش لايتس يعني، نحط سكاي، رايت كليك، المفروض تاجز كومبوزيتنج سين باي كاميرا، لا ونشوف. تمام انا مش عارف الريفليكشن ده جه من ايه، لكن ماشي سكاي ماشي مفيش مشاكل. نروح على ريندر سيتنجز، نروح على جلوبال الومينيشن، اخليها بالاعدادات الافتراضية عشان تشوفوا احنا كنا عاملين ايه، ونعمل ريندر تاني. انتوا عارفين ده جاي من الماتيريال، لان الماتيريال البروجيكشن بتاعها فلات، فانا هخليها يو في مابنج عشان تيجي بشكل مظبوط وشكل كويس. ده هو في حاجة ان الفلور اصلا واخدة الرنج اللي تحت مش مبيناه اساسا، فهاجي على الفلور. فعلا مظبوط، ياخد الرنج اللي تحت اصلا، ناخد كده طه. يعني تمام ماشي بالمنظر ده. نيجي بعد كده نروح على، انا عايز اشيل السكاي، مش عايز احط سكاي، ونجرب كده. طبعا هي مش هتنفع، لان اساسا الجلوبال الومنيشن المفروض يبقى فيه مصدر اضاءه يشتغل منه، وبالشكل ده مفيش. طيب تعالوا نحط مصادر اضاءه. كل الكلام ده على فكره مجرد تيست عشان نشوف بس الدنيا بتاعتنا مظبوطه ولا فيها مشاكل. ممكن نحط لايت تمام بره، ممكن نحط كمان لايت، يبقى الناحية دي انا عايز انور الاربع اركان تمام. لايت تاني تمام في الناحية دي، ولايت تالت بره طبعا، اربع اربعة لايتس. وفي النص عايز احط اريا لايت تمام بالمنظر ده كده. نيجي ليه الفرونت ونظبط اللايتس بتاعتنا. نروح لللايت الاولاني طبعا هرفعه فوق، اللايت التاني برضو هرفعه فوق، اللايت التالت برضو فوق، طبعا المفروض رفع فوق اكتر من كده، لايت الرابع برضو هرفعه فوق. انا عايز يبقى فيه زي تفاوت في كمية الاضاءة. واللايت الاخير اللي هو الاريا لايت هرفعه كده، واقوم جاي لف 90 درجة تمام، واجي في التوب واعمل زوم عليه كده تمام، واروح ل الديتيلز بتاعته. اعتقد السايز على الاكس هيكبر تمام، انا اكبره على كله بحيث يشمل المنطقة كلها ماشي. هاجي في الاربعة واروح على الجنرال وافعل الشادو. طب طبعا هقلل انتنستي، بس انا هعمل تيست كده اشوف
الوضع ظروفه ايه. تمام، فاضل نحط الخامة. ناخد الخامة دي مثلا ونروح لريفليكشن، نقلل الريفليكشن شوية، نخلي زيادة سنة كده، نروح لفرنيل عشان يدي فول اوف، ونروح كمان السبيكولر نعلي السبيكولر. تمام، نروح بعد كده الويندو كونتنت براوزر. كل الكلام ده يا جماعه زي ما قلت عباره عن تيست. خلاص ناخد طب انا محتاج دلوقتي، محتاج دي، طب ناخد دي هنا او بلاش، نروح ناخد دي ونحط في الريفليكشن بتاعها. هناخد لاير بحيث احتفظ بالفرنيل، واجيب ايمج، لا بلاش ايمج، ناخد عايز احط ايمج واخد الاتش دي ار. طيب ايمج نروح ل ماكسون 11.5 library material preview، ونجيب لها واحدة من هنا، متهيألي هي استوديو 21 دي، ممكن دي نحطها في الريفليكشن، ونخلي البلند مود حاجة كده ايه كويس، او نطلع ده فوق ده. تمام، ونخلي دي نورمال، ونخلي بقى الفرنيل ده تالي هارد لايتنج، يبقى تمام مفيش فيه مشاكل. ناخد بقى الخامة دي احطها على اللوكيشن كله، احطها على اللوكيشن كله، نعمل بقى ريندر ونشوف ايه الوضع. لا انا متهيألي الوضع كده مش مظبوط. طيب تعالوا نعتمد على امرنا لله بقى، نعتمد على السكاي. نروح على سكاي، تمام، وهقول له اشيل فلور، ونعمل كده كده الفلور في الافتر. رايت كليك سينما 4 دي تاجز كومبوزيتنج سين باي كاميرا، لا دبل كليك، وناخد خامه ريفليكشن، خلي اديتيف كمان، وويندو كونتنت براوزر ناخد دي نحطها على السكاي. مش عارف بقى بيغيب قوي كده ليه، خاصة مع الكامتازيا. طيب تعالوا كده نعمل ريندر من زاوية تانية ونشوف الوضع عامل ازاي. انا ما حطيتش الخامه اصلا، خد الخامه على اللوكيشن، ريندر تاني، هو طبعا مفترض احطها على جسم بس انا بقول ايه، يعني احنا بنعمل يا دوبك تيست كده ريندر، ونشوف بس الوضع ظروفه ايه ولا عامل ازاي. طبعا الانتي اليسنج نخليه بيست، والريفليكشن ده هيزيد شوية، والسبيكولر هيزيد برضو شوية، ونشوف كده في البيكتشر فيور. طبعا غبت عليكم شوية معلش،
لكن عايز انا رندرت لكم اكتر من منظر عشان برضو تشوفوه. ادي اول مشهد للريفليكشنز، وادي تاني مشهد، كل على فكره هي رندر بس مش اكتر، ما عملش فيه اي حاجه. وادي تالت مشهد للريفليكشنز بتاعتنا، وشكل السيجز او شكل اللوكيشن بعد ما انتهى. ان شاء الله في المرحلة اللي جاية اللي هي المرحلة التانية ان شاء الله هنبدأ نكمل فيها، هنعمل زي كشافات او ستوديوم لايتس او كشافات استاد فوق كل رينج من دول. هنبدأ بعد كده ان احنا نحط في كل واحد من دول لايت، بحيث في الافتر افكت نحط الاوبتيكال فليرز ونعمل الكومبوزيتنج. برضو في نفس المرحلة هنبدأ نعمل السبيكرز اللي هتبقى في وسط اللوكيشن ده، زي دي جي ستيج بالمنظر بالشكل دوت. بعد كده ان شاء الله هينتقل معاكم عضو تاني من اعضاء فريق العمل علشان وضع الخامات. طبعا كل دي كانت تيست ماتيريالز مش الخامات اللي هيتم وضعها، لكن ان شاء الله مع عضو اخر من اعضاء فريق عمل جي اف اكس اكاديمي هيتم وضع الخامات واللايتنج للسين. اشوفكم ان شاء الله في المرحلة اللي جاية. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من فريق عمل جي اف اكس اكاديمي دوت نت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.